ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم قعدة صبايا. كل عام وأنتم بخير، كل عام وقعدة صبايا بخير، ومصر والوطن العربي بخير بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. الذكرى العطرة، احنا كمصريين كده لنا احتفالات بمولد النبوي، يمكن حلاوة المولد والابتهالات والأناشيد الجميلة الدينية. عشان كده احنا النهاردة حبينا نحتفل معاكم من خلال قعدة صبايا، ويكون معانا المنشد اللي صوته حلو جدا معانا النهاردة، مصطفى خيري. أهلا بك يا مصطفى. تمام الحمد لله مصطفى. هنسمع بقى منك شوية ابتهالات كده وأناشيد دينية تبقى كويسة إن شاء الله. بس عايز أعرف منك الأول يا مصطفى، أنت بدأت إزاي؟ يعني بدأت إزاي إن أنت تنشد مع نفسك؟ كانت البداية فين؟ بصي، هو دايما البداية بتبقى في البيت. يعني أنا عندي البيت شجعني إن أنا الأول يعني أدرس قرآن كريم. من خلال القرآن الكريم أنا ابتديت بعد كده أخد المجال أكتر وأدرس في القاهرة في تربية موسيقية الزمالك، عايز برضو يبقى عندي علم أكبر. فدرست دراسات حرة في تربية موسيقية الزمالك، بعد كده بيت الغناء العربي، دخلت دار الأوبرا المصرية ودرست برضو في معهد موسيقى عربية. بدايتك بقى في الأول كانت بداية وأنت عندك كام سنة؟ يعني وأنا عندي 12 سنة كده. الدراسة من 12 سنة؟ لا، 12 سنة ابتديت يعني كموهبة. كموهبة. يعني الموهبة كانت موجودة، فاللي هو أنا بنميها. البيت بقى عايز مثلا اللي هو طب تعالى في عندنا زاوية، لأن أنا من سوهاج أصلا، من الصعيد، ففي زاوية عندنا، فكنت بروح عندها يعني نسمع قرآن يعني كان في شيوخ معنا، ومن خلال القرآن الكريم أنا ابتديت بقى أخد المجال بقى من الإنشاد للغناء العربي الشرقي يعني متنوع. هتسمعنا ايه دلوقتي؟ يلا نسمع كده حاجه لطيفه كده بمناسبه المولد النبوي الشريف، وكل عام وكلنا بخير ان شاء الله والامه الاسلاميه يا رب. طيب طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالآمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. لما بدا في الأفق نور محمد، في بقعة من بقاع الأرض طاهرة، بسم الله مولانا، بنت وهب أنجبت ولدا، فأنجبت خير خلق الله إنسانا. الله الله بجد ربنا جميل قوي. انت العود بقى مع مع الأغاني، العود بقى درسته فين ولا؟ انا شوية درست عود في تربية موسيقية الزمالك، وبعد كده كملت في بيت العود في قصر الغوري. أنا طبعا يعني حالة العود مع الغنى مع صوتك بجد يعني حاجة جميلة قوي. ربنا يخليك، ده من ذوقي. أنا عايز أسمع منك بقى قمرون. يلا نقول قمرون. يلا. وأجمل منك لم ترى قط عين،
وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله. وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله. الله الله. وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا قمر 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 سيدنا النبي قمر. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. هي أفضل الصلاة والسلام. الله الله بجد. انت ليك اخت انا عارفه ان هي بتغني معاك، غناها بقى برضو تواشيح دينيه وكده ولا من ده على ده؟ في تنوع. في تنوع. انت كمان في تنوع. انا شفت لك فيديوهات امبارح على اليوتيوب كده، كان في اغاني كتير من ضمنها انا لسه كنت بقول لك اغنيه الام ان شاء الله بقى ان شاء الله في عيد الام كده تيجي تغنيها لنا. حاضر. عايزه اسمع بقى منك حاجه كمان. حاضر. هتسمعني ايه؟ ممكن نقول عليك سلام الله. حلو. عليك سلام الله يا رسول الله. عليك سلام الله يا رسول الله. عليك سلام الله يا رسول الله. عليك سلام الله يا نور عرش الله. الله يا عريض الجاه يا خير خلق الله. الله بعثك إله علام أنزل عليه قرآن. بعثك إله علام أنزل عليه قرآن. يا بدر هل وبان يا بشرى للإسلام. أديت رسالة الله صلى عليك الله. أديت رسالة الله صلى عليك الله. عليك سلام الله يا رسول الله. لما دعاني
بدعيني قطري أشوفك يا نبي ومل نور عيني لما دعاني النبي قلت النبي دعيني قطري أشوفك يا نبي ومل نور عيني أنا جسم عليل أنا جسم عليل يا نبي ومن غيرك داويني داويني أديت رسالة الله صلى عليك الله عليك سلام الله يا رسول الله. الله مصطفى لما بتيجي تبدأ بقى ان انت يعني في ابتهالات او تواشيح جديدة بتبدأ يعني ان انت تسمعها وتعجبك بتاخد قد ايه على العود وقد ايه دندنة كده معاك انت ونفسك يعني؟ هي الفكره بس ان انا ابقى سامع اللحن كويس. لان اي اله موسيقيه بتعتمد ان انت تبقى سامع اللحن كويس جدا، عارف انت بتقول منين وبتقفل فين، لان ممكن يبقى مثلا انت بتقول من مقام معين ويبقى فيه مثلا تحويلات. ممكن تعمل تحويله وبعد كده ترجع تاني على نفس المقام اللي انت ابتديت منه، تفضل بقى دندنها كده بينك وبين نفسك لحد ما خلاص تحس ان انت حفظتها خالص. انا عليك سلام الله اول مره العبها دلوقتي بجد على العود. يعني احنا اول ناس في قعده صبايا اكسكلوزيف دي بقى. طبعا طبعا. طيب ايه ممكن تسمعه لنا تاني كده بالمناسبه العطره دي؟ ممكن طبعا نقول حبيب الله. ولا كده من خير عود حاجه كده لطيفه، حاجه كده للشيخ محمد الفيومي. كان اتكلم عنها طبعا الراحل الموسيقار العظيم عمار الشريعي، لان الحاجه دي كانت تنسب له. كان طبعا غواص في بحر النغم، كان من اهم البرامج اللي كانت دايما بتكتشف الشيوخ والمطربين والمنشدين الى اخره. فكانت دايما بيديهم حقهم في مين اللي قال ومين اللي صاحب الموضوع نفسه. دي كانت حاجه جميله فيه جدا 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 ان هو طبعا. يعني بينسب الفضل لاصحابه جدا جدا. ممكن نقول حبيب الله. حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله شرفت الوجود بطلعتك البهية في الصعود حبيب الله حبيب الله شرفت الوجود بطلعتك البهية في الصعود فكنت لنا في هذا الشهر غيبا وفي شهر الربيع أتى الشهود أتى الشهود بميلاد غدا للناس عيدا بميلاد غدا للناس عيدا بميلاد غدا للناس بميلاد غدا للناس بميلاد غدا للناس عيدا
يسبح كل عام إذ يعود حبيبي يا شفيع الخلق كله يا شفيع الخلق كله يا حبيبي يا شفيع الخلق كله بفضلك ظل دينك في صعود فمنذ فتحت مكة قد تهاوت بنود الشرك وارتفعت بنود بجيش الحق أمنت البرايا وجيش الحق تخشاه الأسود بجيش الحق أمنت البرايا بجيش الحق أمنت البرايا أمنت البرايا وجيش الحق وجيش الحق تخشاه الأسود اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعمم على دا معدوداتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الله الله عليك يا مصطفى. حاجة بسيطة. انت بتتدرب تدريبات معينة غير التدريبات اللي هي للأغاني العادية؟ يعني الفوكاليز مهم جدا لان بيفتح الصوت. علشان يعني دايما لما بنيجي نقف على مسرح فبنأدي او بنغني فبنحتاج مساحات صوتية عشان بيبقى فيه جوابات، بيبقى فيه عرب، بيبقى فيه تكنيك معين، فبنحتاج ان احنا نتدرب على ده، فبناخد يعني فوكاليز بشكل كبير جدا. بجد النهارده يعني انا مبسوطه ان انت كنت معانا النهارده. انا اسعد بجد، وسمعنا منك شويه التواشيح والابتهالات الدينيه دي اللي احنا يعني مفتقدينها، اللي بتجيب علينا جو الروحانيات بجد في الاستوديو. يعني انا بشكرك جدا جدا يا مصطفى. شكرا ليك، وهنستضيفك اكيد مره واثنين وثلاثه ونعرف منك ايه الجديد ان شاء الله. شكرا ليك. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل بقيه فقرات قعده صبايا، استنونا.